مسعد، احنا عايز اعرف منك ايه اللي شفته في المكان. انت فعلا شفت نار وكده ولا ايه؟ احكي لنا كده. انا من الاسماعيليه، ولما علمت بالمشكله خدت نفسي ورحت، لان علمت ان الناس دي في المشكله بقى لها 20 يوم بايتين في الشارع هم واطفالهم. فخدت نفسي ورحت شفت النار فعلا. اول ما وصلت المكان لقيت النار بتتحرك والناس حواليا، النار بتتحرك في اماكن فاضيه ما فيهاش حد. فحاولت اتوصل كروحاني للامر ده سببه ايه. كان ايه تفسيرك بقى للموضوع؟ طبعا ده نار بتتحرك، يعني حاجه كده بتتحرك على الارض كده، ما فيش حتى ايد باينه ان ده حد شايل النار. يعني كل حته بتولع لوحدها ولا ايه؟ يعني شكلها ايه؟ بنبص لا الحته دي كده اي جزء كده بيولع لوحده كده. ده انا شفته بنفسي فتبهدتك. فحبيت بقى اعرف خبرتي كروحاني اعرف المشكله دي سببها ايه. لقيت طبعا الجن بيتمثل في هيئه قطط وبيسكن الاماكن الحظاير الخرابات. فلقيت دي كانت قطه والده وساكنه في حظيره مع بط ووز، والبطه والقطه ساكنين في خنه واحده. طب ايه تفسيرك للنار اللي بتطلع من كل مكان دي؟ النار اللي بتطلع دي طبعا حاجه غير طبيعيه. يعني يا اما حاجه كده من عند الله، يا اما يكون سببها حاجه زي كده، زي مثلا يكون جن اللي بيولع. يعني إيه، انت مؤمن بوجود جن ممكن يولع؟ طبعا. موجود الجن، وهو فعلا اللي كان بيولع، بالفعل هو اللي كان بيولع. طب ليه بقى بيولع؟ ليه بيولع في البيت؟ بيولع عشان سبب القطه اللي هي انصابت. بنت من بنات الجن، البطه ضربتها، يعني عملت لها عاهه. واخد بال حضرتك؟ فالجن ولع في الحظيره، ما ولعش في البيوت. الاول ولع في الحظيره. راحوا هم جابوا شيوخ وبتاع، بدا الشيوخ اللي جت بقت الجن بتاعهم يهاجم الجن اللي موجود. راحوا ناقلين النار لفروشات الناس واللي وفي داخل السكن. بس الناس ما عملتلوش حاجه، دي بطه. يعني هو يعني الجن ده عبيط مثلا مش عارف ان البطه دي مالهاش دعوه؟ يعني فهمني كده معلش. الجن ده اتهيانه ان هو لما يتهيأ في تمثال قطه، احنا بنشوفه قطه، البطه هتشوفه قطه، كل اللي هيشوفه قطه، محدش عارف. ولكن هو الجن بيتشكل لقطه لتعبان لكده، ده حقيقه بيتشكل. فالمهم هو ده اللي حصل. البطه موتت القطه. والاثنين عاشوا، يعني القطه عاشت مع البطه ببنتها اللي فاضله، ما واحده ماتت وواحده ايه معاها. عاشوا الاثنين في خنة قد كده راكبين على بعض وفي صراع مع بعض وبيضربوا بعض. انا لما رحت شفت الكلام ده قبل ما اخش واشوف الخنة، او يعني ايه حكيت الوضع ده قبل ما اخش له. فبعت